رجعنا تاني مع بعض. ده بالنسبه لنا هيبقى الفيديو التالت في شابتر 3 اللي هنتكلم فيه عن الديو سي كارنت والديو سي ماف في الستريت لاين. شفنا القيم بكل الكيس بتاعته، خدنا فرديه، خدنا الميتور، خدنا السيلف اندكشن. دلوقتي بقى عايزين فلامن رايت هاند. لازم سؤال باذن الله من الافكار اللي انا هشرحها في الستريت واير يقابلك في الامتحان، يعني حته الواير دوت الفيديو ده مهم جدا جدا. خلاص لازم تسمعه بتركيز وتاكد على كل فكره انا بقولها. خلاص يعني سمي اللي معايا كده وابدا وشوف احنا عايزين نقول ايه في البارت دوت. مبدئيا احنا طبعا هنتكلم عن الماجنتيود وعن الدايركشن كالعاده يعني. تمام نقرا كده اول سؤال ونشوف الماجنتيود نجيبه ازاي والرولز اللي موجوده نتعامل معاها ازاي. اول سؤال بيقول لك هنا كوندكتور اوف 3 متر، يبقى ده كده اللمس is moving perpendicular to the magnetic field of flux density ديت كده البي with the speed of يبقى ديت كده الفلوسي اللي هي البي عايز الانديوز اي ام اف. المفروض الستريت واير انت خدت فاراديز لو، خدت الميت وخدت السيلف، كل واحده ليها انديوز اي ام اف رول مختلف عن غيرها. هنا كمان الستريت واير الانديوز اي ام اف ديت بتطلع عليها رول جديد. خلاص والرول الجديد دوت بيبقى عنده سيتا، فانت لقطت بقى حته السيتا من شابتر 2، لازم تحدد السيتا ما بين ايه وايه عشان تقدر ان انت تشتغل ايه مظبوط. دلوقتي لو انت عايز الانديوز دي ماف اللي بتتكون في الستريت واير بتتجاب من الرول دوت نيجاتيف بي ال في ساين سيتا، يبقى انت لو عايز الانديوز دي ماف ذات جنريتد انسايد ا ستريت واير موفينج ان ماجنتيك فيلد بتعمل نيجاتيف بي ال في ساين سيتا. طبعا احنا عارفين النيجاتيف ده من لابس. السيتا هنا كونفايند بتوين مين ومين، لازم نحدد وركز بقى هي ما بين ايه وايه. دلوقتي لما تقول لي البي ماف ايكوال بي ال في ساين سيتا، فالسيتا ديت هي ما بين، ركز فيها. اول حاجه هي ممكن تقول عليها ما بين دايركشن اوف موشن وذا دايركشن اوف ماجنتيك فيلد، يعني السيتا ما بين دايركشن موشن الواير وذا دايركشن اوف ماجنتيك فيلد. ممكن مكان دايركشن موشن الواير تقول لي ان هو مكان كلمه الموشن دايركشن ايه؟ الفلوستي. دايركشن مين؟ الفلوستي. طيب الكلام ده مع الستريت واير، نفس الرول دوت بنفس السيتا ديت بنشتغل بيها مع الداينامو، بس الداينامو بيبقى كويل، فهنقول السيتا بتوين يا اما دايركشن موشن الكويل او دايركشن فلوس الكويل او النورمال تو ذا كويل. خلاص مع دايركشن الماجنتيك فيلد. يبقى انت هنا عرفت ان بي ال بي ساين سيتا والسيتا ديت ما بين دايركشن الموشن، دايركشن ايه؟ الموشن، عشان ما يضحكش عليك ويجي يقول لك في واير بليس، واير بليس بارل او واير بليس بيربنديكولار، فانت تتخدع ان هو بليس بيربنديكولار يبقى الانديوز ام اف ماكس. لا بليس يعني ستاتيك ات ريست، يعني في كام؟ بزيرو. تمام دي اول تريكات تعرفها ان السيتا ما بين دايركشن موشن وذ دايركشن اوف ايه؟ اوف ماجنتيكولار. طيب معاك انت ادي البي وادي ال وادي الفي وقال لك ان هو بقى ايه؟ بص موف بيربنديكولار. خلاص يبقى كده السيتا ما بين دايركشن موشن ودايركشن فيلد ايكوال 90، يبقى معاك انت البي والال والفي والساين سيتا تقدر تطلع ايه؟ الانديوز ام اف. شوف السؤال اللي بعده. في السؤال دوت بيقول لك ركز عليه علشان ده مهم جدا وامتحان. خلاص افتكر كلامي كده ان ده مهم جدا وبيجي في الامتحان. بيقول لك هنا انسى اوبسيت فيجر if the wire moved perpendicular، خلاص بيتحرك perpendicular يبقى في induction في induced EMF هتتكون. To the magnetic flux lines in the shown direction then the potential at point A بالنسبه ل potential at point B. انا في البارت اللي فات واللي قبله كنت بقول لك ايه؟ ان البوتنشال ما بين تو بوينتس، بوينت يمين اعلى من الثاني، حددت لك حالتين، قلت لك انت ممكن تمشي على ريزيستنس ساعتها بتتحرك من الهاي للو، او تمشي على باتري ساعتها بتتحرك على من اللو للهاي. هنا بقى في الاندكشن بتاع الستريت واير دايما دايركشن السهم بتاع الانديوز كارنت بنرسم عليه باتري، يبقى دايما افتكر الحته ديت ان انت السهم بترسم عليه باتري. برسم عليه باتري ازاي؟ باجي على راس السهم الركوز بتاع السهم دوت وبرسم البوزيتيف بول والخطين التانيين دول النيجاتيف بول، يبقى دايما الانديوز كارنت بتاع الستريت واير باجي سن ايه؟ السهم برسم عليه البوزيتيف بول والخطين برسم عليهم النيجاتيف ايه؟ النيجاتيف.
طيب ازاي نعمل ديترمينيشن دايركشن الانديوس كارنت اللي بيتكون في الاستاتوال؟ طبعا معانا فلامنج رايت هاند رول، معاك الثام ريفير تو دايركشن ايه؟ الموشن، ومعاك البوينتر ريفير تو دايركشن المجنتيك فيلد، ومعاك الريست اوف فينجرز دول هم الانديوس كارنت. يبقى ادي موشن، ادي ماجنتيك فيلد، ادي الانديوس ايه؟ الانديوس كارنت. طيب تعال نشوف كده، انا شايف دلوقتي ان في اكسترنال فيلد اكس، اكس يعني ان، يبقى انت هتيجي ايه صلع كده تقول لي ان ان تمام ان. طيب شايف الموشن ايه؟ دايركشن الموشن اللي هي الفلاستي ابورد طالعه لفوق، يبقى انا معايا ايه؟ دايركشن الموشن لفوق ودايركشن ها الفيلد ان، يبقى انت بتعمل كده دايركشن الموشن لفوق والفيلد ايه؟ والفيلد ان. تلاقي دايركشن الانديوس كارنت ماشي ازاي؟ ها ماشي من بي ايه، يبقى ماشي ازاي؟ ماشي من بي ايه، يبقى انت هتيجي ترسم لي هنا كده ده دايركشن الانديوس كارنت ماشي منين؟ من بوينت بي لبوينت مين؟ لبوينت ايه. طيب ماشي من بي ايه، انا هرسم كده هنا اهو ده كده الستريت لاين، ومعاك دايركشن الكارنت اللي انا جبته الانديوس كارنت ماشي كده، وهنا بوينت بي وهنا بوينت ايه. انا قلت لك بقى الستبس كامله ايه، قلت لك اي سهم للانديوس كارنت بالذات في الحته بتاعت الستريت واير ارسم عليها باتري، يشتغل على انه ايه؟ باتري. طيب السن بتاع السهم دوت البوز دوت هنبدا نرسم عنده البوزيتيف بول، طيب الخطين التانيين هنرسم عندها النيجاتيف بول. طب نستنتج ايه بقى؟ انا في كارنت جاي بيعدي على الباتري، قلت لك الكارنت اللي بيعدي على الباتري بيجي من اللو لمين؟ للهاي. او ممكن طريقه تانية تقول لي البوينت القريبه للبوزيتيف هي اللي ليها بوتنشال كبير، معاك بوينت ايه قريبه للبوزيتيف، معاك بوينت بي قريبه للنيجاتيف، يبقى بوينت ايه هاير ذان الفولتج ذان ايه ذان بوينت بي. خلاص الفكره دي مهمه جدا وبتتكرر في الامتحان ومهمه جدا. خلاص يبقى انت هنا معاك بوينت ايه هتطلع هاير ذان جريتر ذان ايه بوينت بي. خلاص طيب نكمل مع بعض هنا، انا فكرتك بالماجنتيود ازاي نجيبه والدايركشن ازاي نجيبه، تعالى بقى نحل على الحاجات ديت كتير. خلاص بيقول لك هنا conducting run of lens L falling with velocity V parallel to a uniform magnetic field the potential difference between its two ends equal can. بيتحرك ايه؟ نازل بفلوستي parallel ايه ده؟ يعني الانديوس دي النف اللي انا عايزها B L V sin ثيتا، في معاك ال ومعاك بي ومعاك في، بس الثيتا اللي ما بين دايركشن الموشن وذ دايركشن اوف ماجنتيك فيلد ايكوال زيرو. ليه؟ علشان هو بيتحرك باراي للماجنتيك فيلد، يبقى كده الثيتا بتوين دايركشن الموشن وذ دايركشن اوف فيلد ايكوال زيرو، معنى كده ان الانديوس اف كلها تطلع بكام؟ تطلع بزيرو. خلاص كمل السؤال اللي بعده على الدايركشن. بيقول لك هنا conducting wire is moving towards right، wire بيتحرك right in a magnetic field B. The direction of induced current in the wire from B to A، direction induced current من B ل A، يعني طالع من B ل A. عارف direction الفيلد هيبقى ماشي ازاي؟ معاك direction motion ومعاك direction induced current، فعايز اعرف direction magnetic field. معاك ده ها motion، معاك ده فيلد، معاك دول انديوس كارنت، معاك دايركشن الانديوس كارنت من بي لاي شايف اب اب امام والموشن رايت، يبقى معاك الكارنت اب والموشن رايت، وصبع دوت بقى الفيلد ماشي ايه؟ ان انت ذا ايه؟ انت ذا بيبر ماشي لجوه، يعني تعمله ايه؟ كروس يعني اكسات، الاكسات ديت اللي هي انت ذا ايه؟ انت ذا بيتش، او ان هي تبقى داون وورد ديسنت بيرنديكلر تو ذا بلين اوف ذا بيبر. خلاص شوف السؤال اللي بعده. بيقول لك a 2 meter wire is moving with a velocity of 1 meter per second perpendicular to a magnetic field of flux density اللي هي ال B، عايز ال induce EMF. خلاص ال EMF equal B L V sin theta، معاك ادي ال B half ومعاك ال L 2 meter، معاك ال velocity 1 meter per second، قال لك بيتحرك perpendicular، يبقى الثيتا ما بين موشن مع دايركشن الماجنتيك فيلد ايكوال 90، فسهل اجيب الايه؟ الاي ام اف. شوف السؤال اللي بعده كده،
يقول لك هنا for the electric current to the flow of flow in the direction as shown in the figure و the wire should move. مديك ادي هنا كده بيقول لك for the electric current to flow in the direction as shown in the figure. في current بيتحرك تمام اللي هو induced current ماشي لجوه كده. طيب معاك انت الفيلد طالع من ال N لل S outside يبقى ماشي يمين والكرنت ها داخل لجوه كده يبقى انت الموشن ها هتبقى لفوق upward يبقى انت تختار لي ايه؟ ان الموشن اه تمام. كمل معايا بيقول لك a straight wire of length هنا كده ال L speed يبقى ديت كده ال velocity تتحرك perpendicular يبقى ال theta ب 90 تو ماجنتيك فيلد ديت كده البي عايز الانديو زي ما خلاص دي ال بي ساين ثيتا وكل حاجه معاك تقدر تعمل. السؤال اللي بعده بيقول لك the current carrying wire and the rod اي بي ار ان ذا سيم بلين. The rod moves parallel to the wire. الرود اللي تحت اي بي ديت بتتحرك parallel للايه؟ للوير. بفلوسي دي. Which one of the following statement is true about induced electromagnetic force in the A in the بيقول لك in the A will be at lower potential من B. لسه هنشوف A و B نفس البوتنشال 3 there will be no induced EMF مفيش induced EMF ولا potential A higher than potential B. بيسأل على البوتنشال فانت لازم تعرف ال direction ال induced current وتيجي على السهم تحط الباتري وبعد كده تحدد مين البوينت الاعلى في الايه؟ في الفوق. طيب اول حاجه هل في ماجنتيك فيلد بيتحرك في الواير؟ انت مش شايف اي ماجنتيك فيلد مرسوم صح؟ بس في واير كاري كارنت ماشي الكارنت بتاعه ايه؟ يمين كده يبقى تحت هترسم فيلد كروس فوق دوت. انا يهمني البارت اللي تحت اللي هو في كروس دوت علشان ده اللي بيتحرك فيه مين؟ بيتحرك فيه الرود اي بي. طيب الرود اي بي ديت تتحرك في الاكسات تتحرك ايه؟ رايت right. فاقدر اجيب دايركشن الانديوس ده معاك انت الموشن رايت دايركشن فلوستي. طيب معاك الفيلد انتو ذا بيج يبقى الانديوس كارنت ماشي فين؟ ابورد ماشي لفوق. طيب الانديوس كارنت لو طالع ابورد كده انت دورك ان انت تعمل ايه؟ باتري ارسم باتري على مين؟ على السهم راس السهم برسم عليها مين؟ البوزيتيف والخطين النيجاتيف يبقى هنا فوق البوزيتيف تحت ايه؟ تحت النيجاتيف. ايه ده؟ بوينت A قريبة للبوستر بوينت B قريبة للنيجاتيف يبقى مين أعلى في البول؟ A higher than B in mean in V ال V اللي هي الفولتج. طيب يبقى كده in the A تبقى lower than غلط الاثنين نفس البوتنشال غلط مفيش induced EMF طبعا غلط يبقى هي آخر واحدة اللي فيها بوتنشال A higher than potential mean potential A. خلاص كمل يلا على نفس الفكرة كده عايزين نعرف بوينت A من بوينت B. انت شايف دايركشن الماجنتيك فيلد عامل لك اكسات يبقى انت ذا بيج. طيب معاك انت دايركشن السبيد الفلوسي داون يبقى انت معاك اكسات انت ذا بيج معاك الفلوسي الموشن داون يبقى الديوز كارنت ماشي الديوز كارنت ماشي ايه؟ رايت يعني ماشي من ايه لبي. تيجي هنا راس السهم ترسم البوزيتيف الخطين النيجاتيف هتلاقي ان بوينت بي قريبه للبوزيتيف يبقى هي الاكبر في الفولت يعني كده ايه للزان بي ان بوتنشال. شوف السؤال اللي بعده عايزين برضو نحدد مين الاعلى في الفولت. اول حاجه ده دايركشن ايه؟ الكترون. افتكر شابتر 2 لما بيبقى معاك الكترون دايركشن ما ينفعش اشتغل بيه لازم اعكسه واشتغل بالكرنت الاي البوزيتيف. طيب الكرنت الالكترون دايركشن رايت يبقى الكرنت ايه؟ ليفت يبقى فوق اكس تحت دوت يبقى انا الواير دوت هيتحرك فين؟ في الدوت. معاك دايركشن الموشن رايت ومعاك الفيلد دوت يبقى انت معاك الايه الموشن رايت والفيلد دوت يبقى الديوز كارنت ماشي ازاي؟ اعملها مع نفسك كده هتبقى ماشيه ايه داون يبقى نازله لتحت يعني بتتحرك من ايه لفين؟ من ايه لبي يبقى راس السهم ها راس السهم ترسم عليها ترسم هنا البوزيتيف والخطين التانيين النيجاتيف كده بوينت بي القريبه للايه؟ للبوزيتيف يبقى بي هاير ذان اي ان مين؟ ان فولتج يبقى تختار لي ان ايه lower than B صح يبقى أول واحدة هي B هي الـ. شوف السؤال اللي بعده كده مديك هنا دايركشن الكترون يبقى دلوقتي أعكسه يبقى ده دايركشن كارنت فوق كروس تحت يبقى دوت معاك الواير بيتحرك فين؟ في الدوت.
طيب الموشن ماشيه ايه؟ ماشيه ليفت ودوت، دوت يعني ايه؟ اوت، وده دوت يعني اوت، ماشي؟ اوت كده اهو، ومعاك؟ ها؟ انا طبعا انا بشتغل على حسب على اساس ما انا شايف يعني، انت لو الكشكول قدامك وباصص انت بربنديكلر كده فكده هتعمل لي دوت كده، انما انا شايف على اللاب قدامي، فاللاب قدامي فانا عامل لنفسي كده علشان اشتغل صح انا، ماشي؟ اوعى تتلخبط معايا، ظبط كده وارسم الرسمه في الكشكول بتاعك وحل على اساس البوزيشن بتاعك منين؟ من الكشكول والبيبر بتاعك. طيب انا معايا الدوت ومعايا الموشن، يبقى معاك الانديوس كارنت ايه؟ ها ماشي اه. اه يبقى بيتحرك من بي لاي، تيجي راس السهم تحط عليها للباسيف والخطين التانيين النيجاتيف تلاقي ان ايه هي اللي جنب الباسيف يبقى ايه اعلى في الفولت، يبقى بوتنشال بي هاير ذان بوتنشال بي ان ايه ان فولتج. السؤال اللي بعده بيقول لك هنا conducting wire is moving towards right، بيتحرك يمين. magnetic field B direction induced electrons، واخد بالك direction induced electrons من B لA، لو ال induced electron من B لA يبقى ال induced current من A لB، تمام. طيب معاك direction induced current من B من A لB نازله لتحت، ومعاك الموشن ايه؟ الموشن ها الموشن رايت، يبقى induced current وموشن، يبقى الفيلد طالع لبره اوت، اوت يعني ايه؟ يعني دوت، يبقى انت معاك الفيلد هنا يبقى دوت اللي هو اوت يعني طالع ابورد بره. خلاص؟ السؤال اللي بعده كده انا خلصت اول فكره وتاني فكره، اول حاجه فكره الماجنتيود ازاي نجيبها ونركز على حته السيتا، تاني فكره بتاعت الدايركشن وازاي نشتغل وحته البوتنشال مين اعلى والكلام ده مهم جدا، تمام؟ ثالث فكره بقى اللي هبدا اشتغل عليها دلوقتي، ركز كده معايا وشوف بحل الحته دي ازاي، وركز في الحته ديت علشان كانت السنه اللي فاتت زيها. ماشي؟ هقعد اديك احتمالات وحاجات كده ركز فيها علشان السؤال والفكره دي مهمه جدا وبتتكرر كتير ومش كله بيحل الحاجات دي. خلاص؟ طيب بيقول لك ايه هنا؟ بيقول لك a rectangular loop with a sliding wire أو رود اوف لينس 2 متر، يبقى انت معاك اللينس ايكوال 2 متر اند ريزيستنس يبقى الار ايكوال 2 اوم. الرود موفز ان يونيفورم ماجنتيك فيلد اوف فلكس دنسيتي اللي هي بي ب 3 تسلا بيربنديكولار خلاص الثيتا 90 تو ذا بلين اوف ذا لوب. ذا اكسترنال فورس ريكوايرد تو كيب ذا رود موفينج ويز كونستنت فيلوستي اللي هي ال في. انا عايز ايه؟ عايز فورس. بص انا مش عايز السؤال اصلا علشان اقول لك هات لي الفورس، انا بسالك هنا او واخد السؤال علشان الشكل ده، شايف انت الشكل ده؟ انا يهمني تعرف فكره الشكل بتتحل ازاي، انما ازاي تجيب الفورس او ازاي تجيب الانديوس الكترونز او ازاي تجيب الانديوس الشارج دي قوانين انا هقولها لك. طيب قبل ما اخش في الفكره اقول لك الرولز اللي انت ممكن تتعامل بيها. انت معاك الاي ام اف ايكوال ايه؟ بي ال في ساين سيتا، كلام جميل. طيب مش الاي ام اف ديت انت ممكن تفكها، الاي ام اف ديت ممكن انت تفكها لاي في ار، كلام جميل. فالاي في ار يبقى ايكوال ايه؟ بي ال في ساين سيتا، ماشي. شايف انت الاي الكارت ده؟ اه شايفه. ماله؟ ممكن تفكه لحاجه من اثنين، يا اما تقول لي الاي ايكوال كيو على تايم، وساعتها تقول لي كيو على تايم فار ايكوال بي ال في ساين سيتا، وتحسب انت هنا مين الكيو اللي هي الانديوس شارج، وممكن تفك الكيو لان في وتجيب لي ال ان اللي هي الانديوس الكترونز، يعني انا ما بعملش حاجه غير ان انا بدخل ايه؟ قوانين في بعض. طيب ممكن كمان الاي اجيبه من الرول بتاع الفورس، انت كان معاك الاف ايكوال بي اي ال ساين سيتا، فالاي يبقى ايكوال ايه؟ اف ديفايدد بي ال ساين سيتا، يعني كده الاف على بي ال ساين سيتا تايمز الار ايكوال بي ال في ساين سيتا، فتجيب انت الايه؟ تجيب الفورس. خلاص؟ ممكن تعمل كروس مالتيبليكيشن وتقول لي بقى في رول ثابت للفورس والكلام ده، بس يعني انت بغنى عن الحاجات دي كلها، انت ممكن ايه؟ انت حافظ قوانينك وكده كده الحاجات السهله القوانين المعروفه دي في الكتيب، فانت هتفتح وتشوفها مفيش مشكله، يعني ديت مش عارف قدامك ان انت ايه؟ تفتكرها، دي اصلا حاجات انت حافظها وفي نفس الوقت موجوده معاك، ما تشيلش همها. خلاص؟ طيب
يبقى انا فهمتك ازاي تحل وازاي تجيب الفورس او الانديوس الكترونز او الانديوس ايه تشارج من الانديوس ام اف بتاعت مين؟ بتاع الستريت وير. خلاص؟ طيب اشيل بس انا الحته ديت كده علشان نحل بقى السؤال بتاعنا. طيب السؤال بتاعنا انا يهمني الفيجر اللي قدامك دوت اول ما اشوفه اعمل ايه؟ تمام؟ انت معاك واير بيتحرك بفلوستي في اكسترنال ماجنتيك فيلد على طول احسب لي دايركشن الانديوز. طب يا مستر انا هنا مش معايا دايركشن الماجنتيك فيلد. خلاص ارسم انت دايركشن انديوز كرنت او افترض من عندك دايركشن الماجنتيك فيلد. لو قلت لك ان دايركشن الفيلد اكس ماشي اكسات يبقى كده ايه والموشن رايت يبقى في كرنت ايه ابورد. كلام جميل. مش انا قلت لك سهم الكرنت ده دايما بترسم عليه باتري؟ اه يعني هتيجي على راس السهم بوزيتيف الخط هنا اللي تحت نيجاتيف. طيب استفدت ايه بقى؟ اقول لك هتستفاد ايه؟ هتستفاد ان انت هترسم السيركت تاني بس من غير واير. انت هتحط على الواير ايه؟ الباتري اللي انت رسمتها على دايركشن الايه؟ السهم الارو بتاع الايه؟ الانديوز كرنت. فتقول لي ده كده في باتري وهنا الريزيستنس وهنا الريزيستنس وهنا 20 وديت 20 وديت باتري طالع من عندها الكرنت. شايف انت الباتري ديت هي المفروض الفي بي بتاعتها مش معروفه، لكن الفي بي بتاعتها ديت اصلا هي مش في بي زي بتاعت شابتر 1 ان هو يديك باتري. لا ده انا شلت السهم واعتبرته ان هو باتري عشان انا اعرف ايه؟ اعرف اشتغل واقدر ان انا احل السؤال صح. فالفي بي بتاعتها هي اصلا الانديوس دي ام اف اللي هي بي ال في ساين سي. طب انا عملت ليه الكلام دوت؟ علشان ممكن يقول لك انا عايز الكرنت اللي ماشي في التويني. طب انا عايز الكرنت اللي ماشي في التويني، يبقى الكرنت ده هو اصلا جاي من التوتال، فانت هتحسب لي اي توتال منين؟ من الاي ام اف، ساعتها هيكون مديك الريزستنس. هنشوف افكار على الحته دي ماشي. بس انت معاك الاي ام اف ومعاك الريزستنس تقدر تحسب الاي توتال وتقسم الاي توتال. فكون ان انت تشيل السهم وتشيل الواير اللي بيتحرك وتحط مكانه باتري، انت بتسهل على نفسك الدنيا علشان تحل صح. خلاص؟ يعني كانك انت بتحول السؤال دوت لسؤال عادي من شابتر 1 عشان تقدر تشتغل. خلاص؟ كانت ديفايدر ان انت تجيب لي ار ايكويفلنت بعدين اي توتال بعدين ارسم البارت اللي بيسال عليه واختار اللي معاه البارل وطلع الار والفي ومعني من الفي ممكن اعملها ديفايدد ار البرانش عشان اطلع الاي برانش والكلام ده. خلاص؟ طيب تعالى بقى نجيب ايه هنا؟ هو عايز الاف. خلاص انا فهمتك الدنيا، قلت لك الاف تيجي من الكرنت والكرنت يجي من الاي ام اف، فانت معاك الاي ام اف اي في اي والاي اتفك لفورس ديفايد بي الفورس بي اي ال، فشيل الاي يبقى بي ال ساين ثيتا، كل ده تايمز ريزيستنس هيبقى ايكوال بي ال في. طيب هل انت معاك ريزيستنس؟ اه معايا ريزيستنس بس دي ريزيستنس مين؟ بص معايا كده، هو قال لك الرد ليها ريزيستنس 2. الريزيستنس بتاعت الرد ديت هي 2 تمام، يعني اكنها الانترنال ريزيستنس بتاعت الباتري. طب انا هستفاد ايه من الحته ديت؟ انت عايز هنا بيقول لك ايه؟ اف ديفايدد بي ال ساين ثيتا في مين؟ في ار. مين الار ديت؟ دي الار ايكويفلنت للسيركت كلها. طيب الار ايكويفلنت اتجاب ازاي؟ انت من السيركت الاولانيه اللي كان فيها واير ما تقدرش تقول لي انا مش عندي اصلا السورس، فانت هتحل على اي اساس ار ايكويفلنت؟ كنت انت هتشتغل بالار بتاعت الرد اللي هي التو، لكن دلوقتي لا، فانت هيبقى معاك ريزيستنس 20 وريزيستنس 20 الاثنين دول ايه؟ كونكتد ان باريل، فتجيب لي الار ايكويفلنت 20 ديفايدد 2 تطلع 10، وبعد كده تضيفها على التو بتاعت الرد اللي هي كانها انترنال، يبقى كده الار ايكويفلنت كلها بتو. يبقى انت هتحل بكام؟ ب 12. طيب معاك البي؟ اه معايا البي ب 3، معاك اللينس؟ معايا ب 2، معاك ادي بي وال ومعاك كمان الفلاسي اللي هي ب 2 متر بير سكند، كده ما فيش غير الاف هي الانون، سولف على الكالكليتر تطلع الاف. خلاص؟ ركز على الافكار ديت عشان كلها مهمه. طيب السؤال اللي بعده، خلاص انت هتشوف لي شكل زي ده على طول تحسب لي دايركشن الانديوس كرنت تشوفه ازاي، وبعد كده تحط باتري وبعد كده ترسم سيركت جديده فيها الباتري عشان تشتغل. قبل ما اعمل اي حاجه معاك الموشن ليفت ومعاك الفيلد اكسات، يبقى الكرنت داون. كرنت داون ماشي، يبقى هنا في بوزيتيف وفوق في نيجاتيف،
ارسم السيركت تاني، يبقى ادي النيجاتيف وادي البوزيتيف، وهنا ريزيستنس ب 6 وهنا ريزيستنس ب 3. تعالى بقى اقرا وشوف هو عايز ايه. بيقول لك هنا واير اي بي للبس، يبقى هنا ال مولز ويز بلاستي، يبقى ديت كده ال في نورمال تو ماجنتيك فيلد خلاص بيربنديكولر، وال بي 2.5 تسلا. عايز ايه؟ هو عايز الكرنت اللي ماشي في ال 6 اوم. شفت بقى؟ انت دلوقتي هتشتغل على السيركت مين؟ دي اكنها مش عندك خلاص، انت هتنزل تشتغل على مين؟ على السيركت اللي تحت. هو عايز الكرنت اللي ماشي في ال 6. انت معاك التوتال كرنت هنا اي توتال، هيبدا يتقسم على 3 و 6. فانت الاول لازم تجيب الاي توتال. طب الاي توتال ده يتجاب ازاي؟ من الاي ام اف. طب الاي ام اف بتاعت الباتري ديت هي مش باتري، ده ديت اصلا بي ال في ساين سي. فانت اول حاجه هتجيب لي الاي ام اف، هتقول لي اي ام اف ايكوال بي ال في ساين سيتا. تاني حاجه هتقول لي الاي توتال ايكوال الاي ام اف ديفايدد الار. طيب فين الار؟ ار السيركت كلها، يعني معاك انت 6 ومعاك ال 3 الاثنين كونكتد ان بارل، يبقى 3 في 6 على 3 بلس 6 تطلع 2. طيب انا جبت كده الار ايكويفلنت. هل الواير اللي انا حطيت عنده الباتري ليه ريزيستنس؟ لو ليه ريزيستنس ضفه، مش ليه خلاص يبقى هو ملوش ريزيستنس. يبقى خلاص كده يبقى انا جبت الار ايكويفلنت والاي ام اف بي ان في ساين سيتا والبي والال والفي والسيتا موجوده معايا، كده انا اقدر احسب الاي توتال. بعد كده انا عايز الكرنت اللي داخل ال 6، يبقى هرسم ال 6 اريد شابتر 1 وارسم اللي معاها بارل اللي هي ب 3 واطلع مين؟ ار وفي. طيب الار بكام؟ ما هو 3 في 6 على 3 بلس 6 ب 2. طيب الفي، الفي هو الاي توتال اللي طلع من هنا، ماشي انت بتحسب معايا دلوقتي في الار ايكوفلنت اللي هي ب 2. وبعد ما جبت الفي اللي هي هتكون اصلا نفسها الاي ام اف، واقول لك ليه هتعملها لي ديفايدد 6 في اوفر 6، كده انت جبت الكرنت اللي داخل ال 6 اللي هي زي طريقه شابتر ايه؟ شابتر 1. طيب ليه انا مشيت الستبس دي كلها ما خدتش الاي ام اف اللي طلعت على طول ديفايدد 6؟ علشان اقول لك حاجه مهمه. ايه هي؟ انت هنا هيطلع ليك، بص كده معايا، الفي ديت هتطلع هي هي الاي ام اف اللي فوق. ده ليه؟ علشان انت الرد ديت ما عندهاش انترنال ريزيستنس، يعني الباتري ما لهاش ار سمول، فعلشان كده طلعت الفي اللي انا لسه حاسبها هي نفسها الاي ام اف. تمام؟ امال في حاله ان هنا في ار بتضيفها على الار ايكوفلنت؟ لا، الفي هتتغير. فانا قصدت امشي الستبس ديت علشان انت تحل بقى الحته الاصعب ديت، ان هو يبقى في ريزيستنس للرد، فكده الاي ام اف مش هتبقى ايكوال الفي اللي انا هحسبها. خلاص؟ فالفي اللي انا هحسبها ديفايدد ار برانش، كده انا جبت الكارت اللي داخل ال 6. خلاص يعني ركز على الافكار دي. طيب السؤال اللي بعده هنا بيقول لك هنا conducting rod of length certified، يبقى هنا كده ديت ال L سنتيمتر is free to side on to parallel conducting bars as shown in the opposite figure. Two resistors R1 to 2 وR2 to 5 are connected across the ends of the bars from to form a loop. بيقول لك a constant magnetic field B 2.5 is directed perpendicular to into the bridge. An external agent pulls the rod to the left with constant speed. يبقى ديت كده ال V. بيقول لك انا عايز magnitude find the magnitude of the applied force that is needed to move the wire. طيب انا شايف ان في لينس سيرتيفايد هنعمله باي 10 باور نيجاتيف 2، شايف ان دي ريزيستنس ار 1 وار 2، وانا المفروض هنا هنرسم ايه؟ باتري وادي ريزيستنس 5 وادي ريزيستنس اللي هي 2 يبقى 2 5، فالاثنين دول بان ان هم بارل كونكشن، وادي الماجنتيك فلوكس دينسي اللي هي البي، وهنا دلوقتي الفلوستي. انا قلت لك ايه؟ ال F divided B L times R equal B L V sin ثيتا، وهنا كان في sin ثيتا بس هو اصلا بليس بيربنديكولار وبيتحرك كمان بيربنديكولار. طيب بص بقى، انت عايز ال F ماشي، ال R equivalent عرفت ان انا احسبها
5 وتقول لي 2 بارل، يبقى تعمل لي 2 5 على 2 بلس اي بلس 5. كده الار جت البي معايا والال معايا، البي والال والفي معايا، كده ايه القانون الوحيد؟ الفورس. تقدر من تركيب ايه؟ الفورس. نشوف السؤال اللي بعده. طيب في السؤال دوت هنا بيقول لك two similar long straight routes A and B, the resistance of each of them is R. Slide on two frictionless rails of negligible resistance with uniform velocities V و3V. واحد بيتحرك بV والتاني بيتحرك بV3V respectively، يعني A بيتحرك بV والB بيتحرك بV3V. طيب بيقول لك بيتحرك perpendicular، يبقى فيه induced EMF. Two uniform magnetic field of flux density B as in the of the figure, then the induced electric current intensity equal K. دلوقتي أي رد بيتحرك هترسم لـ direction الـ induced current وبعد كده تحوله الـ battery. طيب شايف أنا إيه؟ إن في أمسك الرد ديت اللي هي رد إيه؟ الموشن بتاعها رايت والـ exert field، يبقى الـ induced current up. إيه ده؟ يبقى هي طالعة لفوق، يعني البوزيتيف فوق والنيجاتيف تحت، يعني اكن في باتري هنا بالشكل ده. طيب هنشوف الثانيه ديت اللي هي بي الموشن ليفت الفيلد ان، يبقى الانديوز كارنت داون، يبقى انا هرسم سهم نازل لتحت وتحت البوزيتيف فوق النيجاتيف، يعني كده اوصل الاثنين ببعض. نوصل الاثنين ببعض كده. تعال بقى نشوف ايه اللي هيحصل دلوقتي. معاك ادي الكرنت ده ماشي، وادي الكرنت ده ماشي اهو، والاصفر نكمل كده. شايف بقى انت التو دايركشنز دول سيم ولا اوبزيت؟ والله انا شايف ان الاصفر والازرق الاثنين ان سيم دايركشن، بس الاثنين ان سيم دايركشن انت عايز تجيب لي الاي، والاي توتال من شابتر 1 لما بيبقى معاك اكثر من في دي، يا اما بتعمل بلس يا اما بتعمل ماينس على حسب ايه؟ دايركشن الكارنت. فانت هنا استنتجت ان التو باتريز دول ان سيم دايركشن، يعني تعمل بين الاثنين بلس، يبقى انت هتعمل لي اي ام اف اي بلس اي ام اف بي، كل ده ديفايدد ار. طيب ار مين؟ ار ايكوال. تعال نشوف الاي ام اف ايه؟ بي ال في، تمام. البي بي بي والال بال، طب الفي بي في. ده بالنسبة للرود A، يعني كده B L V بلس. طيب الرود الثانية ال B B وال L برضه بال، بس البلس بتاعته كام قلنا؟ 3 V، يعني كده أنت معاك B L 3 V، يعني 3 B L V. كل ده تعال شوف ال R equivalent، هنعمل بينهم بلس لو موجود لأي واحد ريزيستنس، يعني تمام. هو قال لك إيه بقى؟ هنا كده في الأول خالص بيقول لك two similar long straight routes A and B, the resistance of each can R. كل واحد دي resistance R، يبقى أنا هعمل R plus ال R تطلع 2 R، يعني كده معاك 1 BLV plus 3 BLV، يعني كده 4 BLV divided R plus R 2 R، يعني كده 2 1 وهنا 2، يبقى 2 BLV divided A divided R، يبقى تطلع فوق كده تختار لي هو بي ال بي ديفايدد مين؟ ديفايدد ار. خلاص كمل معايا برضو. في السؤال دوت بيقول لك in the opposite figure what happens to the brightness of the electric light bulb during the motion of rod XY with uniform velocity V in the shown direction. طيب معاك انت اكسات ولا دوت؟ انا مش شايف الفيلد دوت، دوت يعني اوت. طيب معاك الموشن رايت، تعال نجيب دايركشن الانديوز كارنت وبعد كده نحوله الباتري. طيب الموشن رايت الفيلد دوت، يبقى كده رايت موشن بالنسبه لي وهنا دوت، يبقى الانديوز كارنت ايه؟ داون ماشي ايه؟ داون. خلاص يعني بيتحرك منين لفين؟ ماشي من اكس لواي، فانا هرسم عند الراس هنا البوستيف والخطين اللي فوق النيجاتيف، يعني معاك ايه؟ معاك باتري كده تمام، ومعاك هنا البال تمام، ومعاك هنا الباتري. طيب دلوقتي الباتري اللي فوق هتطلع كرنت كده، والباتري اللي تحت هتطلع كرنت كده، الاثنين دول ماشيين ورا بعض، يعني الاثنين ان سيم دايركشن، فلاقي الجلونج للبال ها
increase. يبقى كده هنختار increase. نشوف كده السؤال اللي بعده. ركز بقى في السؤال دوت. بيقول لك ايه هنا؟ متى الرد سي دي موفز انسايد ان ماجنتيك فيلد نورمال تو ذا بلين اوف ذا ايدج. So the potential difference is produced between the terminals of the rod as shown on the figure through the direction of motion of the rod in the plane of the edge. بص حاطط لك هنا positive at point C وحاطط لك هنا negative at point D. فانت اكيد هتروح تقول لي ايه؟ الكرنت بيتحرك من البوستيف للنيجاتيف فينزل لتحت وده حل غلط. ليه؟ افتكر السهم. السهم ايه؟ مش انت معاك سهم؟ اه. دايما راس السهم هي البوستيف، دايما الخطين اللي تحت هما النيجاتيف. فانا لما ارسم لك بوستيف هنا ونيجاتيف هنا يبقى تقول لي ان راس السهم ده ايه؟ فوق والخطين التانيين تحت، يبقى ترسم لي الدايركشن بالشكل ده. اقول لك ان هنا البوستيف وهنا النيجاتيف، يبقى الراس ناحيه البوستيف. اقول لك ان هنا النيجاتيف وهنا البوستيف، يبقى الراس ناحيه البوستيف. اتعلم ماشي؟ يبقى انت دلوقتي معاك البص لفوق، يبقى الراس رايح لفين؟ لفوق. يبقى دايركشن انديوز كارنت ماشي من دي لسي اب. خلاص؟ اي حد يعمل لك داون اصلا، اي حد يجي يحل سؤال زي ده هيعمل لك داون. انت مش هتغلط عشان انت واخد الفكره. طمن بقى. معاك الفيلد دوت والكارنت اب، يبقى الموشن اب. كارنت يوز كارنت اب والفيلد دوت اوت. اب كارنت فيلد دوت اوت ها موشن ليفت، يبقى الواير دوت هيتحرك ليفت. اختار ليفت. نشوف كده السؤال اللي بعده. بيقول لك هنا the opposite figure shows a rod of rod AB of length L and resistance R that moves with a uniform velocity V in the same plane of the ring. Towards the right direction, the rod is affected by a uniform magnetic field of flux density B, whose direction is perpendicular to the plane of the ridge, so to keep the rod AB moving with the same velocity V, the external force by which the rod AB should be dragged equal term. ماشي. مش انا قلت لك بقى هجيبها لك ايه بالتفصيل. ال EMF equal B L V sin theta بيتحرك perpendicular بشيل ال sin theta. ال EMF بتتسجل ايه؟ I في R equal B L V. خلاص. طيب فاكر الرول بتاع الاف؟ الاف equal ايه؟ B L V sin theta وهو اصلا بيس perpendicular. خلاص. طيب انت معاك هنا الفورس، معلش هي بي اي ال، معلش بي اي ال ساين. طيب من هنا ممكن اجيب الاي، الاي يبقى ايكوال اف ديفايدد بي ال، تيجي تعوض بيها هنا يبقى اف على بي ال تايمز الار ايكوال بي ال في. اعمل لي كروس مالتيبليكيشن يبقى كده الاف في الار ايكوال بي في بي 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 سكوير، بي في بي بي سكوير، ال في ال ال سكوير، في تنزل. طب انا عايز الاف، ودي الار بالديفايد هناك، يعني كده الاف تبقى ايكوال بي سكوير، بي سكوير في ال سكوير في في ديفايدد ايه؟ ديفايدد ار. خلاص؟ يبقى تطلع فوق تختار لي b سكوير l سكوير v divided by. انا قلت لك دي بروف كامل اهو. طبعا حلينا على الفورس اكتر من سؤال. طيب كمل معايا السؤال اللي بعده. بيقول لك the opposite figure shows two similar metal cylindrical rods AB that are movable on two frictionless metal rails in the plane of the page. The group is affected by a strong uniform magnetic field perpendicular to the plane of the page. When the wire is dragged with the uniform velocity v,
to the right of the page the direction of the force acting on the wire B due to the external magnetic field will be. ماشي وعايز direction مين؟ عايز direction الفورس اللي بتأثر على واير بي. ادي واير بي وادي واير اللي بيتحرك. هو الفورس علشان يتكون محتاج ايه؟ محتاج كارنت يتحرك في واير ومحتاج اكسترنال فيلد. لو جيت تبص على الواير بي دوت هتلاقيه ان هو ما عندوش كارنت بس موجود في اكسترنال فيلد دوت. فلازم اجيب له كارنت وبعد كده احدد دايركشن مين؟ الماجنتيك فورس. طيب اجيب له دايركشن كارنت ازاي؟ في واير جنبه ايه بيتحرك في اكسترنال فيلد فيكون انديوس كارنت والاثنين قافلين سيركت مع بعض فالكارنت اللي يحصل في ايه يتحرك يتنقل لبي يبقى انا جبت دايركشن كارنت البي فاقدر اجيب دايركشن مين؟ ماجنتيك فورس. تعالى كده معاك الموشن لواير ايه رايت والفيلد دوت رايت دوت يبقى الانديوس كارنت ماشيه لايه؟ لتحت داون. لما ينزل داون نورمس الكارنت داون يمشي كده فبقى اب فين؟ واير بي. تيجي بقى انت عايز دايركشن فورس اوعى تشتغل بايدك اليمين. دايركشن فورس فلامنج ليفت هاند رول يبقى انت السؤال زي دوت ربطت لك ما بين فلامنج رايت وفلامنج ايه؟ فلامنج ليفت. طيب بالنسبه لفلامنج ليفت معاك انت دايركشن الكارنت ايه؟ اب والموشن انت عايزها والفيل دوت دوت كده والكارنت اب يبقى انت معاك دوت واخد بالك دوت والكرنت اب يبقى الموشن الصمت دوت هو الموشن الفورس ماشيه ايه؟ ماشيه رايت بالشكل ده يبقى انا عرفت الدايركشن الماجنتيك فورس هتبقى ايه؟ هتبقى رايت تمام؟ نشوف السؤال اللي بعده بيقول لك هنا the object figure shows a wire AB that is connected to a closed electric circuit and moves with a uniform velocity V perpendicular to an external uniform magnetic field. So that which of the following choices is correct? معاك الموشن نزلة تحت وادي بوينت A وهنا بوينت B. موشن وفيلد اكسيت انديوس كارنت ماشي ايه؟ رايت يعني من A ل B ويكمل كده في السيركت. تعال بقى نشوف. بيقول لك الواير وركس از ا باتري. الواير بيشتغل كباتري طب اكمل. والترمنالز اي از بوزيتيف وترمنال بي از نيجاتيف. ايه هيبقى بوزيتيف ودي هيبقى نيجاتيف؟ قدام هو قال لك باتري هو باتري. طب راس السهم هي البوزيتيف والخطين النيجاتيف. يعني بي بوزيتيف وايه نيجاتيف. هو قايل لك ايه؟ ان ايه بوزيتيف وبي نيجاتيف. يبقى النص الاولاني صح ان هي باتري بس عاكس بالبولز يبقى اول واحده غلط. تاني واحده الواير وركس از باتري وترمينال ايه نيجاتيف وترمينال بي بوزيتيف. كلام جميل. اللي بعدها ان انديوس كارنت باس ثرو اكسترنال سيركت فروم ايه لبي. في الاكسترنال سيركت من بره في الريزستنس من ايه لبي؟ لا من بي لايه؟ يبقى ديت غلط. احنا اصلا عرفنا الانسر ان هو ايه؟ بي. بس انا بظبط لك الباقي. نو انديوز كارنت هيتكون من طبعا خلاص. شوف السؤال اللي بعده. بيقول لك ان ذا اوبزيت فيجر ويل موفينج ذا واير ان ذا دايركشن شون ان ذا اوبزيت فيجر ذا بوتنشال اوف بوينت اي بيكومز اي بالنسبه لبي. خلاص احنا قرينا الحته ديت. معاك الواير بيتحرك رايت معاك الاكسات يبقى الانديوس كارنت رايت اكسات يبقى الانديوس كارنت اب. ولما يبقى الانديوس كارنت اب شوف لي البوينتس فين بوينت اي وبي. الكارنت اب فيمشي في السيركت كده. ادي بوينت اي وادي بوينت بي وهنا ريزيستنس. الكارنت ماشي فين؟ من اي لبي على ايه؟ ريزيستنس. لما الكارنت يتحرك اكروس الريزيستنس بيتحرك من الهاي للايه؟ من الهاي للو. اكروس الباتري من اللو للهاي. فانت هنا معدي على ريزيستنس يبقى جاي من الهاي لمين؟ للو. يعني كده بوينت اي هاير ذان بي ان فولتج خلاص. لكن لو اي وبي هنا اي وهنا بي ماشي كنت هتقول ان الكارنت ماشي من بي لاي.
هاي برضو يعني كده بوينت اي برضو هاير ذان ان ايه؟ انفولتج. شوف السؤال اللي بعده هنا. بيقول لك the opposite figure represents a metal rod of negligible resistance that flights with a uniform velocity 200 سنتيمتر per second هتعملها by 10 power negative 2. Perpendicular to a magnetic flux of density ديت كده ال B onto parallel thick wires of negligible resistance زي. عايز الكرنت اللي بيتحرك في المتر رود يبقى هو عايز الاي توتال وبيقول لك ذا ريكوايرد فورس. خلاص احنا عرفنا الدنيا. انت عايز ايه؟ عايز ايه؟ عايز اي الاي ايكوال اي ام اف ديفايدد ار. طب الاي ام اف بي ال في ديفايدد ار. خلاص البي تمام معانا والال معانا والفي معانا والريزستنس هنا ما فيش غير ريزستنس واحد يبقى هي اللي هشتغل بيها. كلام جميل. اللينس خلي بالك ان هو هنا هو 50 سنتيمتر باي 10 باور نيجاتيف 2. طيب لو انا عايز الفورس انا خدت الرول بتاع الفورس قلت لك اف ديفايد بي ال تايمز ار ايكوال بي ال في ساين ثيتا. او تعمل لي كروس مالتيبليكيشن بقى وتشتغل بالرول اللي طلع جديد ان الاف ايكوال بي سكوير ال سكوير في ديفايدد ار. خلاص شوف السؤال اللي بعده. بيقول لك هنا in the opposite figure metal wire of length L moves between the two edges of square of edge length L through which a uniform magnetic field of 25 milli tesla it is perpendicular to the wire's motion. If the wire has الواير دوت has traversed this field through a time interval 0.1 second so that the average induced EMF 62.5 ملي فولت. طبعا كل الحاجات دي بتتحول الملي تسلا والملي فولت الحاجات دي كلها. gets induced between terminals of the wire عايز الاريا بتاعت السكوير. انت شايف ان في ايه؟ انا شايف ان في بي وشايف ان في EMF وشايف ان في تايم. ماشي. انت هتقول لي دلوقتي ان الـ EMF ايكوال B L V ساين ثيتا وثيتا 90. طيب مديك الـ EMF اللي هي 62.5 تايمز 10 باور نيجاتيف كام؟ نيجاتيف 2 ايكوال الـ B flux density اللي هي بكام؟ مديها لك 25 ملي تسلا. يعني كده هتقول لي 25 باي 10 باور نيجاتيف ايه؟ نيجاتيف 3. وهنا كانت ملي فولت برضو يبقى دي نيجاتيف 3. في اللينس انا مش عندي اللينس طبعا. تايم از الفلوستي. هل اداك الفلوستي؟ شوف لي كده مش مديني فلوستي. فين الفلوستي؟ فين الفلوستي؟ مش مديني فلوستي. طب ما هي الفلوستي بتتفك ايه؟ ديستانس على التايم. ديستانس على التايم. مديك التايم. التايم بكام؟ التايم اللي هو 0.1. طب الديستنس مين؟ بص بقى هنا كده لينس لما يجي يتحرك قال لك انا هعمل سكوير فهيتحرك ايه؟ شايف؟ لينس هيتحرك ايه؟ لينس. يبقى الديستنس اللي هيعملها هي لينس. كده هيكون معاك لينس في لينس ال سكوير. يعني انت معاك ايه الانون الوحيد؟ ال في ال اللي هي ال ايه؟ ال سكوير. او مش ال سكوير ديت لو انت جبتها بالسولف هتطلع هي الاريا بتاعت السكوير اللي هو عاوزه. هو عايز الاريا والاريا سايد في سايد يعني ال في ال ال باور اي ال باور 2 يعني ال سكوير اللي هتجيبها من هنا هي نفسها الاريا فتختار. خلاص نشوف السؤال اللي بعده. بيقول لك هنا in the opposite figure cylindrical metallic rod A B of length 25 سنتيمتر تعملها by 10 power negative 2 وادي resistance R constant velocity V بيتحرك في magnetic field هتعمله by 10 power negative 3 the number of free electrons that pass through the cross section area to its during its motion for a distance دي كده distance اللي بيتحركها. هو عايز ايه؟ الالكترونز. انا قلت لك ان الكرنت I في R equal B L V. ال I equal A E على تايم أو N في E على تايم. خلصت. خلصت إزاي؟ شيل ال I لما أشيل ال I أحط مكانها N في E على تايم يبقى كده N times E divided time times R equal B L
الفي ما ادهاش ليك. ليه؟ علشان هو ادك هنا distance. هتيجي تقول لي ايه؟ time is distance على ايه؟ على time. فهو اصلا ما ادهاش ليك time. فانت هتعمل ايه؟ تكنسل التايم مع التايم. كده الان انت عايزها. الاي كونست ادهها لك. الار موجودة. فين؟ قال لك ان في ريزيستنس ب 5 اوم. خلاص احسب بقى انت الكالكوليتر دلوقتي. معاك البي، معاك ايه؟ معاك اللينس، معاك ايه؟ معاك الديستنس. تعالى نطلع نتاكد. البي 24 ملي تسلا باي 10 باور -3. اللينس، اللينس معاك 25 باي 10 باور -2. الديستنس 20 باي 10 باور -2. يعني كل حاجه معاك. يبقى كده انت هتعمل لي ايه؟ هتعمل لي ان ايكوال بي ال دي ديفايدد اي تايمز ار. تعوض انت هنا هتطلع مين؟ النمبر اوف ليتر. خلاص هنا النمبر اوف انديوسد ايه؟ انديوسد ليترز. نكمل مع بعض. في السؤال دوت بيقول لك ذا اوبزيت فيجر ميتاليك روت اوف لينس، يبقى ديت ال ال وادي ريزيستنس. بيتحرك في فلوستي. اشورنس اوف ذا فيجر بيقول لك if the induced current في I so the magnitude of mean force. عايز ايه؟ عايز الفورس. ماشي. ال F equal ايه؟ B I ال sin theta بتحرك perpendicular. طيب عندك B ولا مش عندك؟ ال B ديت موجودة ولا لا؟ لو جيت ابص معايا لينس، معايا ريزيستنس، معايا velocity، معايا current، مفيش B. ماشي. طيب انت ممكن تختصر الكلام ده كله وتقول لي ايه؟ ده ال F divided B F divided B L times R equal B L V. او ممكن تقول لي ايه؟ ده ال F equal B square L square V على R. طيب انت عايز اصلا ايه؟ ال B اللينس. نطلع نشوفه كده. يديك اللينس. طب الفلاستيك يديك الفلاستيك. طيب الار يديك الار. خلاص خلاص ده كده في مين؟ في ال موجوده، فلاستيك موجوده، ار موجوده. في فورس بقى ولا مفيش؟ لا مفيش. مفيش. يبقى انت مفيش فورس. تمام انا عايز الفورس. يبقى لازم البي دي تتجاب. انا افتكرت ان هو عايز البي اصلا. طيب انا عايز البي اعمل ايه؟ اعمل الاول الاي في الار ايكوال بي ال في. معاك اي الكارت مديهولك بايه؟ 0.7. تايمز الار بكام؟ الريزيستنس 0.4 ايكوال بي في اللينس 2 في الفلوسي 2. كده انا هحسب ايه؟ حسبت البي. ممكن تيجي تقول لي بي ال بي اي ال على طول ومعاك ال ال ومعاك الكارنت والبي انت جبتها، او تنزل في الرول الجديد اللي احنا ايه؟ اللي احنا قلناه ومعاك مين؟ ومعاك البي. تقدر تحسب ايه؟ الفورس. نشوف السؤال اللي بعده هنا. بيقول لك انسى اوبزيت فيجرز اندريكال رود اي بي اوف كروس سكشن اريا ديت كده اللي ذات از ميد اوف نيكل كروميوم الوي موفز ويز ان انفورم فيلوسيتي في along a cover frame of negligible resistance in a direction perpendicular to a uniform magnetic field اللي هي ال B. Induced amount of charge بكام؟ مش عارفين. عايزين ال induced charge هنا. وقال لك ان هو بيتحرك through cross section of rod during its motion for a distance the distance بتاعته. عادي. انت معاك ال I في ال R equal ال B ال V. ال I بيتفك لمين؟ قلنا الاي ده هيبقى كيو على تايم. فانت هتقول لي ايه؟ ده كده كيو على تايم زي فكره الان النمبر اوف ايه؟ النمبر اوف الكتر. كل ده في الار كيو على تايم في الار ايكوال بي ال في. انا عايز الكيو. تعال نشوف التايم والار الاول. انا معايا ريزيستنس ولا مش معايا؟ نشوف كده. ريزيستنس هو كان في ريزيستنس. فين الريزيستنس؟ تعالى مفيش. مفيش ريزيستنس. بس الباك اريا هنا بص هو انا
بتربط لك كل حاجه ببعض. بيديك ريم ماشي، والداك بي ماشي، والداك ريزستيفيتي ماشي، ومديك ايه؟ بيقول لك الديستنس. خلاص تمام. دلوقتي اول حاجه انت مش معاك ار ومش معاك تايم. اول حاجه انت هتشيل التايم، الفلوسيتي عباره عن ديستنس على التايم، فالتايم هيشيل التايم، يبقى كده كيو في الار ايكوال بي ال في دي. والريزيستنس ديت هتعوض بيها بالرول بتاع شابتر 1 خالص، اللي هو ريزستيفيتي في لينس ديفايدد اريا. طب ما هو مفيش لينس، بس في لينس يشيل لينس. يعني تستنتج في الاخر ان كيو تايمز ريزستيفيتي ديفايدد اريا ايكوال البي في الدي. وانت عايز مين؟ انا عايز الكيو. عايز مين؟ الكيو. معاك ريزستيفيتي ومعاك اريا ومعاك بي ومعاك دي. تعالى نطلع نشيك عليهم كده. معاك ادي ريزستيفيتي تمام الرؤية، معاك ادي الديستنس 10 سنتيمتر يعني 10 باي 10 باي نيجاتيف 2، معاك الفلكس دنسي 0.11، والاريا كانت فوق بكام؟ ب 2 باي 10 باي نيجاتيف 4 متر سكوير. خلاص ماشي يا عم. يبقى كيو في الرؤية ديفايدد اريا ايكوال بي في الدي. كل الحكاية لعب ايه؟ لعب قوانين. لو القوانين مش حاضرة في دماغك مش هتقدر ان انت تدخل وتجيب وتعمل كل الكلام ده. خلاص نشوف السؤال اللي بعده. اخر سؤال معانا بقى في البارت بتاع المايك. بيقول لك هنا the figure of a conductor moving perpendicular to a uniform magnetic flux of density 0.2 tesla using the data on the figure the passing current I is the I. خلاص ال I equal ال EMF divided R، وال EMF equal بال V، ونعمل divided R. معاك الفلكس دنسي 0.2 خلاص موجوده، معاك اللينس على الفيجر هنا اهو ب 10 سنتيمتر يبقى 10 باي 10 باي 2 موجود، معاك الفلوسيتي 2 موجوده، معاك الريزستنس 5 موجوده، تحسب الانديوس ايه؟ الانديوس كرنت. خلاص الفيديو دوت من اهم الفيديوهات بتاعت المنهج، علشان لازم سؤال او اثنين على الستريت واير من الافكار الرخمه الصعبه اللي انا شرحتها لك دلوقتي. خلاص يا ريت ما تعديش الفيديو وتخش على الفيديو الجاي الا لما تكون ضامن ان انت تحل اي حاجه على ايه؟ على الستريت واير. خلاص كده الفيديو خلص. الفيديو اللي جاي باذن الله هيبقى على الدينامو، وانتوا عارفين بقى طبعا الدينامو دوت حوار كبير، بس انا هلمه ليك وبشياكه جدا. وبص هظبطه لك، مش هخليك محتاج اصلا انت تذاكره، تمام؟ وهحل لك عليه حوالي 72 سؤال او 74 سؤال. بالك انت هنا الشابتر ده اصلا عايز اقول لك انت هتحل بتاع 225 سؤال على شابتر 3 بس، 225 سؤال على شابتر 3. هو اصلا انت خلاص مش محتاج ان انت تحل من نفسك اي حاجه. ماشي ربنا يعينكم بقى، وكمل معايا الفيديو الجاي بقى. ماشي.